بداية طبعا أحب أن أعرف عن نفسي. أنا اسمي تهاني قنوع. طبعا أنا الوحيد طبعا بأسرتي اللي طبعا خلصة حاصلة على شهادة جامعية. أسرتي بتتكون من 5 أفراد. بحثت في مجالات متنوعة ومتعددة في طبعا في عدة مؤسسات، لكن طبعا لحسن الحظ طبعا الفضل برجع لله سبحانه وتعالى. قدمنا طبعا لمؤسسة كوبي وقدمنا مقابلة والحمد لله تم اختيارنا. وطبعا هذه طبعا مؤسسة كوبي طبعا ساعدتنا كثير في إنه طبعا نساعد الأسر بتاعتي أنا، إنه طبعا في مجالات متنوعة في طبعا توفير طبعا دخل للأسرة. كان موضوع الشغل بتاعنا عن دراسة حول استمارة تقييم العادات الصحية للمناطق الأربعة اللي اشتغلنا فيها. كانت تستهدف هذه الدراسة طبعا السيدات النساء الموجودات في البيت. كانت الأسئلة عبارة عن طبعا متنوعة في مجال الصحة، في مجال المياه، في مجال النظافة. ولحد إن شاء الله بنتأمل إنه برضه مؤسسة كوب انه تساعدنا طبعا في المستقبل ان شاء الله، انها توفر طبعا مجالات عمل لنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. مها المصري، منسقة غزة لجمعية تنمية المرأة الريفية. جمعيتنا هدفها تحسين الأمن الغذائي لدى النساء وتحسين وبناء قدرات النساء في جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية أو القانونية. إحنا اللي تعرفنا على مؤسسة كوبي، وكوبي مشكورة جدا دعمتنا ووفرت لنا اللي هو بترميم مقرنا، مقر المرأة الريادية اللي هو النادي الموجود في بيت لاهية. بيت لاهية منطقة مهمشة، النساء بيشتغلوا في الزراعة، بيشتغلوا بدون أجر، بيشتغلوا سواء مع زواجهم أو مع أهليهم بدون أجر. إحنا نتعرفنا على مؤسسة كوبي وأجت عينت المكان. إحنا انبثق عنا مشروع قائم اللي هو مشروع مطحن تبهارات وقهوة. هذا المشروع كان بحاجة ليكون المرافق الموجودة تكون بشكل لائق وبشكل صحي، فهذا كان عائق بالنسبة لنا في اللي هو التعاونية تترخص. فإحنا لما توجهت إن كوبي عرضنا عليها. Thank you.